كما شارك سعادة الدكتور بسام اسماعيل بن محمد عضو مجلس الشورى وسعادة السيد حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للتنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي وناقشت لجنة التنمية المستدامة صياغة مشروع القرار بشأن الشراكات من أجل العمل المناخي وتعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء بأسعار معقولة وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف وقدم عضو وفد الشعب البرلمانية عددا من الاقتراحات والاراء التي تصب في تعديل الصياغه النهائيه لمشروع قرار اللجنه وذلك تمهيدا لتقديمه ومناقشته امام الجمعيه العامه للاتحاد يوم غد الاربعاء